سلام، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا الفيديو هو اول فيديو من بعد موقع المشكل فلاشين اللي كلكم كتعرفوه، هو انهم حذفوا لينا واحد الساعات بدون مبرر. داكشي علاش غادي نطلب منكم انكم تحاولوا تفرجوا في هذا الفيديو اكثر وقت ممكن. بارك الله فيكم. اذا نبداو على بركه الله. الثيرموديناميك، الثيرموديناميك اول حاجه غادي نشوفوها هي الغاز بارفي. الغاز بارفي في واحد العلاقه كما كتشوفوا هنايا، هي كتساوي بي في ان ار تي. كما قلت لكم بي في ان ار تي ان شنو كتساوي؟ ان كتساوي هي ام مينوسكيل على ام ماجيسكيل. ام مينوسكيل هي لا ماس، والام ماجيسكيل هي لا ماس مولير، الكتله الموليه. ار قلت لكم في واحد الفيديو انها كونستانت، وهاد الكونستانت ديما كتبقى ثابته، يعني خاصكم تكون محفوظه حتى البروف ولا في ليكزيرسيس ما غاديش يعطي لكم. وكتساوي هي 8.314 جول في المول موان زا في الكلفن موان زا. وبالنسبه لا بريسيون، لا بريسيون شنو كتساوي؟ كتساوي هي لا صوم ديال لي فورس اكستيريور على لا سيرفاس، يعني مجموع القوى الخارجيه على السطح. بالنسبه لواحد الحاجه غادي نشوفو كيفاش عرفنا هاد لونيتي ديال ار. ار كما كتشوفوا في العلاقه، ان الا بغيت نستخرج ار غتولي عندي ار كتساوي هي بي في سور ان ار تي. اذا هادشي اللي غنكتب هنايا، تولي عندي ار ايغال بي في ان ار تي، او عفوا انت كتساوي. انا غادي بالنسبه لهنا غادي ندير غير الوحدات ديالهم. بالنسبه للبي لا بريسيون، لا بريسيون والفوليم فغتبقى الوحدات تاعهم هي بجوجهم غتكون عطاني هي الجول. وبالنسبه للان هي المول، شاش هي الكتله الموليه. والتي هي لا تمبيراتور، هي الحراره. والحراره هنا كنخدموا هي بالكيلفن. اذا غادي تولي تساوي هي الجول في المول موان زا، حتى طلعنا المول في الكيلفن موان زيرو. اذا هذه هي الوحده باش قينا الوحده ديال ار. اذا عقلوا على ار كتساوي هي 8.314 جول في المول موان زيرو في الكيلفن موان زيرو. ندوزو دابا واحد لابارتي الثاني، هي لا ترانسفورماسيون بارتيكولير. كاينين 3 ديال لي ترانسفورماسيون. عندنا اول حاجه هي ايزوتيرم. ايزوتيرم ملي كتكون عندنا الحراره كونستانت، يعني الحراره كتكون ثابته ما كتغيرش. وعندنا الحاجه الثانيه هي ايزوكور، كتكون في لي كونستانت، الحجم هو اللي ما كيتغيرش. والحاله الثالثه هي ايزوبار. ايزوبار كتكون عندنا لا بريسيون هي لي كونستانت. بالنسبه واحد الحاجه هنا اللي مهمه وخاص كلشي يكون عارفها، هو لو طرافاي. لو طرافاي كينقسم لجوج اللي خصنا نعرفو. كاين عندنا لو طرافاي في لو فورس ديال لا بريسيون، وعندنا الترانسفورماسيون اوفر في لو طرافاي. نتمنى انها تكون مفهوم. اول حاجه هي لو طرافاي دان فورس دو بريسيون. بالنسبه لو طرافاي دان فورس دو بريسيون، العلاقه تاعو هي هذه كما كتشوفوا في لانتيغرال. الاول عندنا لو طرافاي، لا صوم ديال لو طرافاي، ولا او عفوا هذه ماشي لا صوم، هذه دي دو طرافاي موان بي دي دو في. هذه العلاقه خاصها تكون محفوظه. بالنسبه للحاجه الثانيه هي ترانسفورماسيون اوفر ديال لو طرافاي، حنا غنشوفوا العلاقه تاعها شنو كتساوي. بالنسبه انا ترانسفورماسيون اوفير ديال لو طرافاي، فكما كتشوفوا فكندخلوا لانترفال، والانترفال وداك المحدات تاعو هو في. علاش؟ حيت عندنا المتغير دي دو في. مثلا كون كانت عندنا هنا دي دو تي غيكون المتغير هو تي. اذا بما انه عندنا هنا دي دو في فالمتغير هو في. بطبيعه الحال التكامل او المساحه، ما يمكنش ان المساحه تكون سالبه، داكشي علاش كنخرجوا ناقص برا. ندوزو دابا نشوفو لا شالور. بالنسبه لا شالور، لا شالور شنو كتعني بالعربيه؟ هي الطاقه، والرمز تاعها هو كي. والوحدات اللي كنستخدمو فيها اما الجول يا اما الكالوري. غير هو واحد الحاجه خصنا نعرفو ان الجول والكالوري مختلفين. علاش؟ حيت ان كل واحد كالوري كتساوي 4.186 جول. اذا ملي غادي نبغي نحول من الكالوري للجول، فغادي نضرب في 4.186. ندوزو دابا نشوفو البارتي التانية. بالنسبة دابا البارتي التانية هي لا ترانسفورماسيون ديال الشالور. كاينين 3 ديال لي زانفو ديال لي ترانسفورماسيون. عندنا ترانسفورماسيون الأولى هي كونديكسيون، ملي كيكونو عندنا واحد مثلا جوج أجسام، الجسم الأول هو أ والجسم التاني هو بي، كيكونو ملاصقين. إذا هاد الحالة كتسمى لا كونديكسيون. الحالة التانية كونفيكسيون. كونفيكسيون كيفاش كتم؟ كتم باغ واحد الفلويد، إما تيكون غاز ولا ليكيد. كيفاش؟ حنا غنشوفو. مثلا عندنا واحد الاناء بحال هكا، الماء اللي فيه تقريبا فيه مثلا 10 دوغري ولا 10 كيلو، ياك.
جيت انا وضعت هنا واحد الصفيحه مثلا ساخنه، ديك الصفيحه الصفيحه خرجات يعني. ديك الصفيحه مثلا الدوغري تاعها هو 300 كيلفن، وهنا كاين واحد الصفيحه ما بارده، الحراره اللي في هذه الصفيحه غادي تسخن الماء، اذا الماء من غادي يسخن اوتوماتيكمون هاد الاخرى حتى هي غادي تسخن. اذا هذه هي الحاله الثانيه اللي كونفيكسيون اللي كتم باغ فلويد. عندنا واحد الحاله الثالثه هي غيونمون. غيونمون هي كنعنيو متباعده، يعني كيكونوا عندنا جوج اجسام مثلا واحد سخون وواحد بارد وما بيناتهم والو، محطوطين مثلا فوق شي حاجه ولا كاع ما بيناتهم والو، ولكن الجسم كيتاثر بالسخونيه ديال الجسم الاخر. نعطيو مثال مثلا مثلا كتكون شي حاجه فوق البوطه في شي جهه مشعوله وفي جهه مطفيه، مثلا كاينين شي جوج كاسرونات ولا هذا، الاولى مشعوله على البوطه والثانيه ما مشعولاش على البوطه، ومع ذلك الثانيه اللي مشعولاش على البوطه الا قلبتها كتلقى انها دافيه من التحت. اذا هذه الحاله الثالثه اللي كتم باغ لافيت. ندوزو دابا نشوفو واحد الغولاسيون جينيرال في هاد لا شالو. لا شالو عندنا هاد الغولاسيون شنو كتقول لي؟ كتقول لي دي دو تي كتساوي ام سي دي دو تي، او عفوا دي دو كي كتساوي ام سي دي دو تي. هاد دي دو كي شنو عنينا بها؟ هي لا شالو، الوحده تاعها هي الجول. هاد ام شنو كنعنو بها؟ كنعنو بها هي لا ماس، هي الكتله، وكتم الوحده تاعها بالكيلوغرام. وعندنا سي هي لا شالو ماسيك، والوحده تاعها هي الجول في الكيلفن موانزا. وعندنا اخر حاجه دي دو تي هي لا فارياسيون دو تمبيراتور، يعني الحراره ولا متغيرات الحراره بحال هكا. وطبيعه الحال الوحده تاعها هي الكيلفن. من هذه العلاقه اللي شفنا دابا استنتجنا واحد ثلاثه الحوايج اللي غنسموهم لي فالور ديال لا شالور. عندنا الحاجه الاولى ملي كتكون عندنا لا شالور كما قلت لكم قبيله، ايزوتير. ايزوتير هي الحاله ملي كتكون عندنا تي كونستانت، يعني لا تمبيراتور ثابته. شنو كتساوي لينا؟ كتساوي زيرو، وهذه الحاله كتسمى ادياتيك. الحاله الثانيه ايزوبار. ايزوبار هي ملي كتكون عندنا لا شالور. حاول توقف فيديو وتفكر شنو قلنا. ايزوبار مثلا نحسب على خمسة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. إذا ايزوبار هي كتكون عندنا لا بريسيون كونستانت. وشنو كتساوي؟ كتساوي هي ام سي بي عامل تي دو موان تي ان. اذا هادي هادشي كيتحفظ، غتجي غتحطو ديريكت، ما غادي ديمونطري، ما والو، خصك غير تحفظ هاد العلاقة وتفهمها. اذا هي ساهلة. اذا لا تمبيراتور الثانية ناقص لا تمبيراتور الاولى مضروبة في سي بي. سي بي انا غادي نشرحها لكم دابا هي سي في. اذا قلنا ملي كتكون عندنا ايزوبار، ايزوبار شنو هي؟ هي ملي كتكون عندك لا بريسيون كونستانت. وعلى الحالة الثالثة هي ايزوكور. ايزوكور شنو قلنا؟ يلا حاول تفكرها، عندك حتى 3 ثواني، واحد جوج ثلاثة. ايزوكور هي ملي كتكون عندك الفوليم كونستانت، يعني الحجم تيكون ثابت ما كيتغيرش الحجم مع مرور الزمن. وشنو كتساوي لنا العلاقة؟ هي نفس العلاقة الاولى ديال ايزوبار، غير كنبدلو السي ديال بي بالسي دو في. اذا قلنا غادي نشرحو السي دو في والسي دو بي. اذا السي دو في شنو كتساوي؟ لا شالور ماسيك كون في كونستانت، يعني ان السي دو في هي الطاقة ولا الكتلة الطاقية ملي كتكون عندنا في ثابت، يعني كيكون الحجم ثابت. ولا شالور او سي دو بي فهي لا شالور ماسي كون بي كونستانت، يعني هي عندما تكون الكتلة او الكتلة الطاقية ملي كتكون عندنا ملي تيكون لا بريسيون ثابت. اذا هادشي اللي كان في هذا الفيديو، نتمنى من الله انكم تكونوا شاهدتوا حتى الاخير، فقط لدعم القناة ونسترجع الساعات المحذوفة ونعوضهم ان شاء الله. استودعكم الله، هذه رشا دعوة ودائعة، ونشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله.